رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عمرو فوزي نائب رئيس تحرير الاهرام. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ شيماء، زي حضرتك، ومساء الخير على مشاهدينا جميعا. منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي. وخليني في البدايه ابتدي معاك من مباراه امبارح قصاد بتروجيت في المباراه المؤجله من الاسبوع التاسع، وفوز النادي الاهلي بهدف نظيف في اللقاء لاحمد الشيخ. كان فوز معنوي وكان لازم الاهلي امبارح الفوز ده اداله الثقة تاني، اعاد له الثقة، لان الفترة اللي فاتت خدت، يعني انا شايف ان كان في ضجة في الميديا اكبر من حجمها بكتير، لان الاهلي تعرض لهزة كبيرة قوي. فانا شايف من وجهة نظري انا ان هي عامل الاصابات دي نمرة واحد، هو اللي ادى الاهلي يعني عمل له هزة كبيرة في الفرقة، ان عند حضرتك 8 لعيبة اساسيين او 7 لعيبة اساسيين غايبين عن الفرقة بقالهم 4 5 6 ماتشات. ان حضرتك في اي فرقه في العالم لما بيغيب عنها لعيب واحد او اتنين من نجوم الفرقه بتتاثر، بتتاثر جامد جدا. رونالدو كان ساب ريال مدريد، حضرتك شفتي جرى لها ايه. محمد صلاح لما اتعور مع ليفربول ما كنتش، يعني كانت الفرقه ليها شكل مختلف. فبقى حضرتك بقى في 7 أو 8 لعيبه اساسيين، منهم الثلاث لعيبه افارقه اللي حضرتك جايباهم من خارج مصر اللي حضرتك بتعتمد عليهم، المحترفين برضو اصابات، فده طبيعي ان هو يحصل. الى جانب ان حضرتك ما جهزتيش بقى البديل ولا الصف الثاني للفريق انه يبقى جاهز لان هو ياخد ماتشات على 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 مستوى النادي الاهلي. ده ممكن يرجع لان ان حضرتك كان عندك ضغط مباريات جامد جدا الفتره الاخيره، كان عندك ضغط مباريات فما كنتش مش لاحق تجهز البديل. صحيح صحيح. طيب لو هنتكلم برضو عن التغييرات اللي اجراها كابتن محمد يوسف امبارح خلال اللقاء، شفتها ازاي؟ انا شايف محمد يوسف، كابتن محمد يوسف ابتدى يعيد الفرقه بشكل جديد خالص، وعايز يبتدي يعتمد على اللعيبه اللي عندهم موهبه وناشئين او سنهم صغير. فابتدى يدي الثقه لاحمد علاء المدافع امبارح، ده مكسب من المكاسب. صحيح. لازم ياخد كذا ماتش عشان يبتدي يبان مستواه. ناصر ماهر ده كان واخد من احسن لعيب في الدوري السنه اللي فاتت مع سموحه. صحيح. ولد صغير لعيب صانع العاب ممتاز، لازم يديله فرصه 4 5 ماتشات ورا بعض. احمد الشيخ طبعا يعني كل ما بيسيب الاهلي ويرجع للمقصه بيتألق، يرجع الاهلي يتركن. فلازم ندي للعيبه دي فرصه، نديهم 3 4 ماتشات 5 ماتشات ياخدوا الفرصه عشان يبان مستواهم الحقيقي. وهل نعرف هل هم لعيبه الاهلي هيقدر يعتمد عليهم في المستقبل ولا لا؟ هل هيحتاجوا ان هم يبقى في بديل ليهم ولا لا؟ طيب خليني اسالك، هل فوز الفريق امبارح على بتروجيت ده مؤشر ان النادي الاهلي هيرجع مره ثانيه بقى لصولاته وجولاته في الدوري المصري الممتاز، ممكن نبتدي ان احنا نستبشر خير بهذا اللقاء؟ الاهلي عنده فقدان ثقه، ادي كل القصه كلها، اللعيبه كلها زي ما حضرتك شايفه لعيبه صغيره، اللعيبه الكبيره كلها اصابات لسه ما رجعتش، فهي فقدان ثقه عامل نفسي اكتر منه عامل بدني او عامل مهاري او عامل تكتيكي. كل ده الشغل دوت هيتعمل مع الوقت، لكن انا شايف ان حتى يعني النغمه اللي سائده في الفتره اللي فاتت ان الاهلي عايز صفقات وعايز تدعيمات. طب حضرتك لما نيجي نفنط اللعيبه ونرجعهم لعيب لعيب بعد الاصابات، هتلاقي الاهلي مش محتاج تدعيمات قويه الا في مركز او مركزين فقط، مش في كل المراكز يعني. الى جانب ان حضرتك عندك في يناير اللي جاي التدعيمات الشتويه 5 لعيبه بس. صحيح. يعني الناس كتير مش واخده بالها ان التدعيمات في 5 لعيبه لكل فرقه، واوريدي الاهلي هيسجل 3 موجودين اوريدي، اللي هو اجاييه ورامي ربيعه وصالح جمعه. فهيبقى فاضل له مركزين فقط يدعم بيهم الفرقه. جه امبارح محمد محمود من وادي دجله، لعيب ممتاز جدا على فكره. صحيح. بيلعب هاف ديفندر وبيلعب صانع العاب وممكن يلعب ورا راس الحربه، بيلعب في مراكز كتير جدا. فولد و20 سنه ولد صغير ومنتخب مصر، فلعيب هيبقى اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. بالظبط. فحضرتك هيبقى محمد محمود هيسجله تحت السن، حضرتك هيبقى فاضلك مركزين فوق السن. صحيح. فقط. شفت ازاي امبارح تاخر بدايه اللقاء بسبب ازمه الملابس؟ شفتها حاجه تضحك صراحه. حاجه تضحك، كوميديا ان ايا كانت الاسباب، يعني هي لائحه واضحه وصريحه ان فريق الضيف من حقه يلعب زي الاساسي بتاعه. ده الطبيعي. فان بتروجيت يجي يقولوا مسؤوليهم يجي يقولوا لا احنا الاثنين هنغير الطقم، هي قصه مش ده في لائحه مش بمزاجي ولا بمزاج حضرتك ولا بمزاج حد. اصل ما فيش تشابه كمان في التيشيرتات ليه يعني؟ يعني الازمه كان ايه سببها؟ هو دوليا او عالميا متعارف عليه ان لو في الوان متشابهه لازم يبقى اللونين مختلفين تماما. تماما. اه
وترجع في الاخر للمراقب المباراه هو اللي بيحدد ساعتها. صحيح. طيب بعد اللي حصل امبارح ده نزل 40,000 جنيه غرامه على بتروجيت، وكمان في 25,000 جنيه غرامه على مدرب النجوم. الخبر اللي معايا بيقول ان قررت لجنه المسابقات في اتحاد الكوره المصري توقيع غرامه ماليه على نادي بتروجيت وقيمتها 40,000 جنيه مصري بواقع 20,000 جنيه لعدم الالتزام بتعليمات الحكم والمراقب الخاص بالزي، و20,000 جنيه تانيين لتأخير المباراة عن ميعادها المحدد مع تحمل النادي تكاليف الأضرار المترتبة على هذا التأخر، وبترد للاتحاد من الشركة الراعية للمسابقة. كمان قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 25,000 جنيه مصري على أحمد سامي المدير الفني لفريق نجوم المستقبل بواقع 10,000 لما بدر منه من سلوك غير رياضي، كمان لعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد اللقاء. ما كانش ليها اي لازمه بصراحه اللقطه اللي حصلت امبارح دي قبل اللقاء ابدا خالص يعني. تماما، وهم عارفين اللائحه واللائحه محدده، كان يلتزموا باللائحه قبلها. انا مش عارف هل هم مثلا ما كانش عندهم الطقم الاحتياطي جايبينه، ما كانش عندهم طقم بديل. الملابسات نفسها احنا ما حدش قالها، ولا حتى بتروجيت صرح او طلع قال او حاجه مسؤولين هم مثلا مش جاهزين بالطقم البديل. بس صحيح يعني، طب انت شايف الغلطه دي بتاعت مين؟ مسؤول بتروجيت هو عارف ان الملعب بتاعه وعارف ان اللون بتاعه فيه احمر في ازرق، فالاحمر هيتعارض مع لون النادي الاهلي، والاهلي اللون بتاعه اللون الاحمر وهو الفريق الضيف، هو اللي هيجي هيلبس اللون الاحمر بتاعه. فده طبيعي يعني. صحيح. ولازم بيبقى فيه دايما، حضرتك هتلاقي حتى على مستوى العالم كله دايما بيبقى فيه اجتماع قبل يوم المباراه بيوم في كل المباريات، حتى في افريقيا بيجتمعوا بالفرق وبيحددوا ازاي وبيحددوا كل التفاصيل دي كلها. فانا مش عارف هنا في مصر ممكن نعمل الخطوه دي، يعني نطالب ان يبقى في اجتماع قبل يوم المباراه بيوم. صحيح. يتحدد فيه الزي الرسمي لكل فريق. بس هو في كل 3 ايام في ماتش، فهيلحقوا يعملوا امتى اجتماع يعني؟ برضه الموضوع اصل الاجتماع 10 دقائق او 5 دقائق. مراقب المباراه بيحضر مع الاول في نفس اليوم الصبح حتى، يعني يوم المباراه الصبح او ينسق، ومش لازم يبقى في اجتماع يعني ضروري. ممكن النهارده حضرتك يعني ممكن يبقى في تنسيق بينهم وبين المسؤولين عن المباراه يعني. طيب خليني اسالك، هل النادي الاهلي محتاج دلوقتي للدعم الجماهيري، ولا خلاص ممكن نقول ان النادي الاهلي تعود ان هو يلعب مبارياته من غير جمهور، خصوصا طبعا بعد الازمه الكبيره اللي حصلت في المباراه الاخيره والجهات اللي رفضت ان هي تختم التذاكر عشان يتم بيعها لجمهور النادي الاهلي، وبعد كده طلع عامر حسين وصرح وقال كده كده اداره النادي الاهلي كان عندها علم بان مش هيتم السماح للجمهور. رد نائب رئيس النادي الاهلي لعمري فاروق قال اكيد انا ما كانش عندي اي علم وبرفض اللي بيحصل ده، وبرفض ان اتحاد الكره ومسؤوليه يحطوني في موقف صعب مع جمهور النادي الاهلي. انا اكيد عايز جمهور النادي الاهلي يحضر كل المباريات، لان جمهور النادي الاهلي ده في الاول وفي الاخر هو اللاعب رقم 12 طبعاً في الفريق، او اللاعب رقم واحد في اعتقادي انا الشخصي. الجمهور هو اللاعب رقم واحد، وهو أكيد اللي بيحمل اي فرقه، وهو اللي بيديها روح قتاليه عاليه قوي في اي مباراه. جمهور النادي الاهلي جمهور مختلف عن اي جمهور تاني، مع احترامي لجميع الجماهير، لكن جمهور النادي الاهلي عارف فرقته كويس جدا، وامتى يصبر عليها وامتى يقف في ظهرها وامتى يهاجمها، عارف كل حاجه، عارف يتعامل مع الفرقه كويس جدا. فطبعا الفريق محتاج لجمهور النادي الاهلي يسنده الفتره الجايه. احنا واخدين دوري 3 سنين ورا بعض، واصلين نهائي افريقيا، فيعني مش الازمه الكبيره اللي هي خسرنا بطوله افريقيا. هو الجمهور ما بيستحملش ان الاهلي يخسر بطوله، خاصه ان احنا وصلنا البطوله مرتين ورا بعض. صحيح. فده طبيعي ان هو يصدر ازمه، او السوشيال ميديا يصدر ازمه للاهلي ان هو يخسر البطوله، لكن هي القصه عامل دلوقتي الاهلي هيمر منها بسرعه، لان ده فريق الاهلي متعود على ان هو يرجع تاني يفوز، ومتعود على الفوز دائما. فده اعتقد ان هي مساله وقت مش اكتر، وهنشوف الاهلي راجع تاني بينافس على بطوله الدوري، ده امر طبيعي يعني. اكيد ان شاء الله. طيب هل لو رجعنا لورا شويه، طبعا كنا بنتكلم دلوقتي عن خساره دوري ابطال افريقيا او عدم الحصول على اللقب والوصول للمباراه النهائيه والخروج كمان من دور ال 16 في البطوله العربيه، وكمان لو هنتكلم برضو عن النتائج السلبيه في الدوري المصري، شايف المشاكل او السلبيات اللي عدى بيها النادي الاهلي دي كلها، السبب الاساسي او الرئيسي ليها هو وجود الاصابات الكتير في النادي الاهلي؟ طبعا اساسي طبعا. ما انا لسه قلت لحضرتك من شويه ان هو السبب الاساسي هي الاصابات، واصابات اللعيبه الاساسيين اللي حضرتك بتعتمد عليهم او القوام الاساسي للفريق، الى جانب ان حضرتك ما جهزتيش البديل المناسب وما جهزتوش فنيا ان هو يلعب ويبقى يتحط تحت ضغط. فلما جيت حضرتك اعتمدتي على اللعيبه الاحتياطي او الصف الثاني ان هم يشيلوا الفريق
ما قدروش. صحيح. ما كانوش جاهزين. صحيح. فهي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. انت حضرتك مهما دعمتي لو ما جهزتيش البديل دائما يبقى في بديل صعب جاهز. أكيد. هيبقى صعب جدا. اكيد. ففي حاجه ثانيه الناس بتقولها برضو، ان دايما يقول لك الاهلي من حضر والاهلي بيعتمد على اللعيبه، ده كلام مظبوط، بس احنا في موسم استثنائي او بقالنا موسمين استثنائيين. انت حضرتك ما عندكيش اي وقت تجهزي فيه بديل، ما عندكيش وقت تعملي فيه ماتشات. مش لاحقه، مش لاحقه ان انت تجهزي بديل في التدريبات او في ماتشات وديه او ماتشات اخرى، وكلها ماتشات بطوله وكلها ماتشات مهمه، عكس زمان كنت ممكن حضرتك يبقى عندك ماتش ضعيف وماتش قوي، فممكن تلعبي 3 4 5 لعيبه احتياطي تجهزيهم، يبقى عندك وقت بين الماتشات وماتشات تلعبيهم في ماتشات وديه. ما عندكيش ده السنه دي، فانت عشان كده ما كانش عندك القدره ان انت تجهزي بديل يتناسب مع اللاعب الاساسي او يبقى في نفس مستواه. صحيح. محمد يوسف النهارده ابتدى يعمل ده، كابتن محمد يوسف ابتدى يلاعب اللعيبه اللي هي مبشره انها ممكن تشيل النادي الاهلي في السنين اللي جايه، ويديهم فرصه ان هم دول فرصتهم الوقت ده، لو ما استغلوش الفرصه دي مش هتجي لهم تاني. يعني لعيب زي ناصر ماهر او لعيب زي احمد الشيخ او لعيب زي احمد علاء لازم ياخدوا فرصتهم الفتره دي، ان هم يعرفوا يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي، يعني ايه يمثلوا النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما عندوش حل غير الفوز في جميع مبارياته. صحيح. طيب لو اتكلمنا عن عوده وليد ازارو وكمان سوليه للتشكيل في لقاء بتروجيت، شايف رجوعهم غير شكل الفريق؟ هي القصه انا لسه بقول حاجه، هي مش في العيب او في اتنين، هي دايما النادي الاهلي بيعتمد على اللعب الجماعي اكتر، لكن طبعا لاعب زي وليد ازارو لعيب مهم جدا جدا جدا، وثبت يعني ثبت ان هو فعلا محور النادي الاهلي في الفتره الاخيره. اكيد. حتى رغم ان هو غائب عن التهديف بقاله شهرين او 3 تقريبا، ما جابش اجوان خالص، لكن حضرتك تشوفي تحركاته في الملعب بيقدر يفضي يعني اماكن للعيبه اللي جايه من الخلف، للعيبه اللي جايه من الوينجات، تحركاته غير طبيعيه، عنده سرعه غير طبيعيه، بيرهق اي مدافعين. صحيح. الضغط بتاعه على اللعيبه ودي من اهم مميزاته. طبعا طبعا، يعني حتى لو مفيش توفيق الفتره الاخيره ليه في ان هو يجيب اجوان، رغم ان يعني ماتش الوسط ده جات له كوره هو اللي عملها لنفسه وعدى وانفرد وحطها برعونه جدا، بس يعني لو كان جابها كان زمان الاهلي في حته ثانيه دلوقتي النهارده، لكن هو بيعمل اللي عليه، ناقصه بس ان هو يركز على المرمى عشان يقدر. صحيح. يجيب اجوان الفتره المقبله. فطبعا عوده يعني وليد ازارو وعمرو سوليه هتدي شكل الفرقه الفتره الجايه، ننتظر بقى عوده احمد فتحي وعلي معلول، وننتظر عوده اجايي ورامي ربيع. يا رب. طيب. وصلاح محسن. لو احنا كنا بنتكلم عن الاخفاقات اللي حصلت للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، فقلنا ان السبب الاهم والاول هو الاصابات الكتير، بس لو اتكلمنا عن الاصابات وسببها من وجهه نظر حضرتك شايف ايه السبب فيها؟ الاصابات حضرتك بيبقى يعني احنا لو اتكلمنا عليها فنيا، هل ده بسبب الاجهاد او بسبب ان النادي الاهلي كان بيلعب في 4 بطولات في وقت واحد، اجهاد عضلي زياده، هل بتحمل شخص مسؤوليه هذه الاصابات؟ زي ما قلت هو الحاجتين. يعني فنيا هي تدريبات، مدرب اللياقه البدنيه، مدرب مخط الاحمال. صحيح. ضغط مباريات، هي بالترتيب كده، ده اللي بيعرض اي لعيب الاصابات. حضرتك بصي في الدوري الانجليزي حجازي كان دائم الاصابات، كان قبل ما يروح للدوري الانجليزي كان اكتر لعيب بيتصاب، لكن من ساعه ما راح الدوري الانجليزي هو كويس جدا ما شاء الله، ما اتصابش غير في ماتش واحد ورجع بعد 4 ايام. في سرعه استشقاء غير طبيعيه بيعملوها، استشفاء بره. ممكن برضو يكون ارضيه الملاعب ليها عامل مؤثر؟ اكيد طبعا، يعني هي ارضيه الملعب بس بتيجي في المرتبه الاخيره. شفنا برضو ارضيه الملعب عملت امبارح في حسام عاشور. ارضيه يعني ما مش يعني طبعا ارضيه الملاعب دي مشكله رهيبه. اكيد. مشكله رهيبه. اكيد. مش موجوده غير يعني في دول بس في افريقيا كلها ارضيه ملاعبها وحشه. احنا مش هنقارن ببره، لكن عندنا كذا ملعب كويس، لكن انت حضرتك في الاخر مجبره انك تلعبي في الملاعب دي، ما عندكيش حل بديل يعني. خليني برضو اسالك عن تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح بعد لقاء بتروجيت اللي فاز فيه النادي الاهلي بهدف نظيف لاحمد الشيخ، اللي قال فيه ان النادي الاهلي محتاج شغل كتير في الفتره اللي جايه. اكيد. تصريحات منطقيه، هو كابتن سيد عبد الحفيظ راجل واقعي ومنطقي. صحيح. جدا. وقال انه محتاج شغل كتير جوه الملعب وبره الملعب فعلا كمان. هو محتاج شغل داخلي فنيا، هيبتدي يلعبه بشكل، الاهلي بقى له فتره طويله بيتعود على اللعب بطرق معينه في التدريب وفي الماتشات، ان هو دايما بيلعب على الاستحواذ وعلى الضغط على الخصم وعلى الباصات القصيره كتير، بيعتمد تمريرات قصيره كتير وانتو كتير، وازاي اخترق من العمق وازاي اخترق من الاجناب والتصويب من خارج المنطقه وازاي اضغط على الخصم عشان اخد الكوره. الفتره الاخيره مع كابتن كارتيرون كان لعبه معظمه كله لعب طولي، كور طويله
طوليه، مفيش استحواذ، كنا بالعكس اول مره اشوف الاهلي مفيش استحواذ خالص. الاهلي بيدافع من نص ملعبه في معظم المباريات حتى مع الفرق الاضعف منه، مفيش تكتيك واضح في الملعب، واضح انه كله كان كور طوليه. فطبعا الاهلي محتاج شغل عشان يرجع يلعب بالسيستم بتاعه تاني، اكيد محتاج يعلو اللياقه البدنيه بتاعت اللعيبه تاني، من يعني يبقى في مدرب احمال على قدر مسؤوليه النادي الاهلي ان هو ازاي يعرف يعيد اللعيبه دي اتزانها البدني في الملعب وتقدر تدي 90 دقيقه. الشغل الخارجي في الصفقات، اكيد طبعا الشغل الخارجي في الصفقات، بس احنا برضو في الاخر ما عندناش غير صفقتين، يعني هو في الاخر هيبقى قدام حضرتك هم صفقتين بعد ما هتسجل الثلاث لعيبه اللي جايين، الا لو حضرتك هتجيب صفقات تحت السن. طيب خليني برضو اسالك عن ابرز مكاسب النادي الاهلي بغض النظر عن الفوز والثلاث نقاط قصاد بتروجيت امبارح. ابرز المكاسب نمره واحد العامل النفسي، ان الفوز بيجيب فوز، فالاهلي خرج من كبوه الخساره الى الفوز، فدي تديله دفع في المباراه الجايه وعوده روح بقى الفانيله الحمراء. طبعا طبعا ده هيجي مع الوقت، هو الروح موجوده يعني، بس هي في التوفيق يعني. ماتش المقاولين انت حضرتك لعبت ماتش كويس جدا في حدود امكانيات اللعيبه اللي كانت عندك في اول مباراه ليها، بس التوفيق هجمه مرتده وحيده المقاولين خطا في المباراه، الى جانب ان اللياقه البدنيه بتاعت اللعيبه المقاولين كانت عاليه قوي يعني، فعلا ادوا مباراه حقيقة. عاليه جدا، لازم نقول لهم شابوه على ادائهم في المباراه دي. الحاجه الثانيه ان حضرتك كسبتي ان انت اديتي الثقه للعيبه جديد، لعيبه جدد كتير، احمد علاء عايزين نشوفه هل هو لعيب يستحق انه يلعب في النادي الاهلي ولا لا. المدربين بتوعه كان بيتكلم عليه كويس قبل ما يجي النادي الاهلي في الداخليه، وقال ان هو مدافع جيد جدا، احنا ما شفناهوش لسه في النادي الاهلي، شفناه في مباراه وحيده ما كانش كويس فيها اللي هي مباراه تقريبا الوصل الاولانيه في القاهره اعتقد ما كانش كويس فيها، هياخد ثقته مع الوقت، لازم الجماهير بقى تصبر على اللعيبه دي. ناصر ماهر لعيب ممتاز بس صغير 20 سنه عايز حد يوجهه ازاي ينزل يستلم الكوره من تحت، ازاي هو اللي يبقى صانع العاب الفرقه، ازاي يبتدي ما يجريش في الملعب طول الوقت يمين وشمال، لا لازم يبقى في توجيه من المدير الفني ومدرب خاص ليه ان هو يوجهه ازاي يستلم وازاي يلعب مع بقيه اللعيبه وازاي يبقى هو صانع العاب الفرقه دي. نفس القصه في احمد الشيخ، انت حضرتك في ثلاث مكاسب ممتازه، أكيد. عوده عمرو السوليه زي ما حضرتك قلت دي ده مكسب ان هو يرجع من الاصابه، عوده وليد ازارو من اصابته ده مكسب ثاني، فاوريدي في عده مكاسب كويسه يعني. لكن لسه ما زال الاهلي فنيا مش هو ده النادي الاهلي اللي احنا مستنيينه او الجماهير مستنيه. طيب النادي الاهلي بالفعل تعاقد او اعلن كمان رسميا عن التعاقد الاول ليه في ميركاتو الشتوي، اللاعب محمد محمود لاعب وادي دجله السابق والنادي الاهلي الحالي طبعا ابتداء من يناير القادم، لاعب واعد وسنه صغير واكيد هيفيد النادي الاهلي كثيرا في الفتره القادمه. طبعا لو سالتك عن تدعيمات النادي الاهلي الاخرى شايف مين الاحق بيها؟ النادي الاهلي محتاج مين في يناير القادم؟ اول حاجه بالنسبه لمحمد محمود لعيب ممتاز، لعيب هايل 20 سنه ولد صغنن، تحس ان هو مش صغير يعني، حضرتك تشوفيه في الملعب تحس ان هو قائد فريق في سواء في وادي دجله او لما نزل مع المنتخب عنده ثقه بنفسه كبيره أكيد. جدا اكيد صحيح. بيلعب في كذا مركز، انت حضرتك ممكن تلعبيه هاف ديفندر، ممكن تلعبيه صانع العاب، ممكن تلعبيه راس حربه، هو دي ميزه ان هو بيلعب في كذا مركز، وهو صغير على فكره كان بيلعب في الناشئين كان بيلعب راس حربه صريح وكان هداف في الدوري الجمهوريه في الناشئين، فهو الولد اوريدي لعيب كويس جدا. الاهلي محتاج تدعيمات في ايه؟ الاهلي محتاج تدعيمات في المساكين في السرد باكات، اعتقد ان احنا محتاجين لازم يبقى عندك اثنين مساكين على مستوى النادي الاهلي تقال جدا يعرفوا يعرفوا يعني ايه اسم النادي الاهلي، الى جانب حضرتك محتاجه هاف ديفندر يكون قوي وباك شمال. انا مش شايف الاهلي محتاج تدعيمات قويه قدام، ان عندك حضرتك اوريدي اثنين راس حربه كويسين جدا، عندك صانع العاب ناصر ماهر ممتاز، حضرتك هترجعي صالح جمعه تاني لو صالح جمعه ركز مع النادي الاهلي الفتره الجايه، ركز جوه الملعب وبره الملعب هيبقى ليه مستقبل تاني خالص وهيبقى قصه مختلفه خالص مع النادي الاهلي. اكيد اكيد. طيب برضو لو هنتكلم من وجهه نظرك يعني شايف ايه شكل المنافسه في المرحله القادمه هتكون عامله ازاي في الدوري المصري الممتاز؟ ما يعني مش باينه خالص لسه، لكن واضح يعني المنافسه على الدوري، الزمالك هو حاليا متصدر وماشي كويس جدا، ومدير فني على مستوى عالي من اعلى مستويات المديرين الفنيين اللي جم للزمالك في الفتره الاخيره، عنده فرقه كامله جاهزه، فهو اوريدي يعني هينافس على البطوله السنه دي بشكل كويس. الاهلي هينافسه ان شاء الله، انا شايف الاهلي لو كسب كل مؤجلاته هيبقى عنده 3 بونت فقط فرق بينه وبين الزمالك، صحيح.
هيبقى سهل جدا ان احنا ننافس على الدوري، بس ترجع الثقه ويرجع المستوى بتاع النادي الاهلي، هتلاقي الاهلي بينافس على الدوري طبيعي. في طبعا نفسه خاصه أكيد. بعد ما تعاقد مع حسام حسن المدير الفني ليه وعامل تدعيمات قويه جدا في يناير، عامل تدعيمات قويه جدا نادي بيراميدز، واضح ان هو عايز ينافس بقوه على الدوري. صحيح. فشايف المنافسه هتنحسر بين الثلاث انديه دول اعتقد. أكيد. ده اكيد. استاذ عمرو فوزي نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك كلامنا، فاصل سريع ونرجع لكم تاني. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم اخر فقراتنا، ولسه معانا ضيفنا استاذ عمرو فوزي. نورنا اكيد في كلام في الميديا مره ثانيه، ونرجع نتكلم تاني عن الدوري المصري الممتاز في النسخه الحاليه او في الموسم الحالي. خلاص يمكن الدور الاول قرب ان هو ينتهي، هل الدور الثاني دايما بيكون فيه مفاجآت بالنسبه للمنافسه ولا بالنسبه للهبوط ولا بالنسبه لايه بالظبط؟ بالنسبه للمنافسه اكيد والترتيب في الجدول. صحيح، اعتقد هيبقى في مفاجات في ترتيب الفرق في الهبوط، لان لسه انت ماتشات كتير جدا مؤجله اكيد، فمش لسه مش واضح فيها اني فرق اللي هتنافس على الهبوط او اي فرق اللي هتبقى في منتصف الدوري. يعني احنا كنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي على توقعاتك للدوري في النسخه الحاليه، قلت ان الدوري مش هيطلع ما بين الاهلي او الزمالك او بيراميدز، لكن هل ممكن نحدد الكلام ده من دلوقتي ولا محتاجين نستنى للدور الثاني؟ لا انا حددته لحضرتك دلوقتي، ان انا اعتقد ان هم الثلاث فرق دول هينافسوا على بطوله. صحيح. الدوري او على المراكز الثلاثه الاولى. فده واضح يعني من الدور الاولاني. مفيش بقيه الفرق، مفيش الفرقه اللي هي تحس انها ممكن تنافس حتى على المربع الا مصر المقص. فريق جيد جدا على فكره، وفرقه حلوه، وابتدت مع طلعت يوسف تاخد شكل مختلف خالص زي ما كانت موجوده مع الكابتن ايهاب جلال زمان. طيب، بمناسبه مباريات الدوري المصري الممتاز والجوله الاولى، النادي الاهلي مباراته مع الجونه بقت الساعه 8 مساء بدل من الساعه 7 مساء، ودي اول قرار ده جه بسبب طبعا تحديد نادي الاسماعيلي الساعه 5 مساء يوم الاربعاء اللي جاي في اياب دور ال 64 في دوري ابطال افريقيا قصاد بطل بوروندي، وتاكدت كمان اذاعه المباراه فبقت ميعادها طبعا غير موافق مع ميعاد النادي الاهلي. فمباراه ان شاء الله الاسماعيلي بكل التوفيق ليهم في البطوله الافريقيه تنتهي الساعه 7 وتبتدي او يبتدي لقاء النادي الاهلي الساعه 8 مساء يوم الاربعاء القادم. طيب، نرجع تاني ونتكلم عن الدوري المصري الممتاز وعن ابرز اللعيبه اللي شفتهم في الدوري المصري الممتاز في الموسم او في الدور الاول من الموسم الحالي. يمكن لو جينا نعمل جايزه كده لافضل لاعب في الدور الاول من هذا الموسم، تختار مين؟ هو دايما حضرتك الجماهير بتستمتع باللعيبه المهاجمين، يعني مفيش حد هيجي يختار حضرتك مثلا باك، مساك، حارس مرمى. فهو اللعيب البرازيلي بتاع بيراميدز هو احسن لاعب، كينو هو احسن لاعب في الدوري حتى الان، مهاراته عاليه. لو اتكلمنا عن اللعيبه المحليه في البدايه، يعني خلينا نقول مين افضل محترف في الدوري المصري ومين افضل لاعب محلي في الدوري المصري. اللعيبه المحليه في كذا لعيب ناشئين كويسين جدا، في اسلام جابر لعيب الداخليه الوينج اليمين، لعيب مهاري ولعيب سريع وجسمه قوي، واعتقد ان كان الجهاز الفني المنتخب برده كان خده مره. محمد محمود نفس القصه، الاهلي اصبح لاعب في نادي الاهلي، لاعب وادي دجله برضه، لعيب كويس جدا جدا جدا. حرس الحدود كفريق جميع عنده 2 أو 3 لعيبه كويسين جدا، مع طارق العشري ابتدوا يبانوا. كان النهارده كمان كان في تصريحات لكابتن طارق العشري بيتكلم فيها وبيقول استنوا حرس الحدود هيكون هو الحصان الاسود لهذا الموسم من الدوري المصري الممتاز. طيب، وانا كمان برضو لو لسه كنت اقول لحضرتك كمان في لعيب تاني محمود وحيد باك الشمال بتاع مصر المخصصه، ادي موسم عالي جدا جدا أكيد. السنه دي انا لو هدي الجائزه دي لحد اديها لوليد سليمان كلاعب محلي من طبعًا. افضل اللعيبه المحليه في الموسم الحالي. وليد سليمان لا غبار عليه، لكن لسه ما بانش في الدوري المصري. وليد سليمان هو يعني شايل النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، متالق جدا مع النادي الاهلي، كان في بطوله افريقيا وفي بطوله طبعًا. العربيه طبعا. لكن انت حضرتك شايف الدوري لسه ما لعبناش غير 6 أو 7 ماتشات، منهم 2 أو 3 تعادل وهزيمه، فلسه ما بانش فيه لعيبه النادي الاهلي بالشكل اللي احنا ممكن نقول لكن وليد سليمان ما فيش لا غبار عليه. طيب، لو رحنا للعيبة المحترفين الأجانب في الدوري المصري الممتاز، أنت قلت لي أفضل لاعب يمكن في هذا الدور من الموسم الحالي من وجهة نظرك كينو البرازيلي لاعب بيراميدز، وطبعا شمس بيكلي لعيب كويس مش وحش بتاع بتروجيت،
لعيب كويس طبعا، بس بقاله سنين في الدوري يعني مش هو اللعيب اللي هو يلفت نظرنا قوي ان هو يبقى احسن لاعب، لكن هو ممكن ينافس من افضل اربع او خمس مهاجمين في الدوري المصري، لكن مش هو اللعيب. لكن عند حضرتك جون انطوي، اكيد طبعا جون انطوي مهاجم، فوافي، الثلاثه المحترفين بتوع المقاصه الثلاثه تقال قوي، ثلاثه لعيبه تقال جدا. طب لو سالتك برضو عن النقاص برضو لعيب كويس قوي اي منتخب. لو سالتك برضو عن افضل مباراه شفتها لغايه دلوقتي او اكثر مباراه اثاره في ممتاز للموسم الحالي في هذا الدور، هتقول لي مباراه المقاصه وانبي 4-3 اللي كانت الاسبوع اللي فات. صحيح، انتهت لصالح المقاصه باربع اهداف ثلاث اهداف. يعني تقعدي تستمتعي تتفرجي عليها، تحسي تتفرجي على مباراه كره قدم فعلا جميلة يعني. لو اتكلمنا برضو عن التحكيم، شايف التحكيم مستواه عامل ازاي في الموسم الحالي؟ احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التحكيم وقلنا ان هو لا يرتقي الى مستوى الدوري المصري هذا الموسم، مشاكل كتير جدا 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 في التحكيم، والله يكون في عون الحكام فعلا. هو بينزل تحت الحكم، بينزل لو هو حتى يعني سواء هو كان مهيئ او مش مهيئ، هو بينزل تحت ضغط نفسي كبير جدا بقت في كل المباريات. اكيد يعني زمان كان بيبقى حضرتك عندك فرقتين او ثلاثه هم اللي عندهم ضغط جماهيري، فالحكام بتبقى قلقان من الماتشات دي. النهارده حضرتك بتتكلمي في 10 12 فرقه عامله ضغط رهيب على الحكام في كل مبارياتها. صحيح. لو هنتكلم عن سريعا عن المنتخب الوطني الاول واختيارات اجاري، شايف مين الظلم بعدم انضمامه في قائمه اللعيبه المحليه لمنتخبنا الوطني الاول في المعسكر الاخير؟ ما هنتكلم ان هو اتظلم ان اللعيبه اوريد سليمان طبعا نمره واحد. نعم. نمره واحد بس خلاص اوريد سليمان بص حاليا في الفتره الحاليه، لكن المنتخب هو انا خلاص مش عايز العب يا جماعه. بس هو تفكير جهاز المنتخب ان هو عايز يعتمد على لعيبه صغيرين، هو صرح بكده من اول يوم. بس من أول يعني بس انا مش حاسه ان ده حقيقي. هو قالوا ان هم عايزين يجهزوا فرق. ما اخدوا احمد علي قبل كده عنده حاجه 30 سنه. خد احمد علي فعلا إيه؟ كمهاجم، لان هو عنده عجز في مركز المهاجم. لكن وليد سليمان هو شايف ان هو هيلعب وينج يمين، عنده محمد صلاح مش هيلعب مكانه، وعنده تريزيجيه ورمضان صبحي ممكن يلعبوا في نفس المركز. فاوريدي وعمرو ورده، عمرو ورده بيلعبوا اكتر صانع العاب، مش بيلعبوا ناحيه اليمين اكتر، يعني دايما بيلعبوا صانع سعيد. فهو شايف ان هو مش هيحتاج وليد سليمان. وليد سليمان لعيب تقيل، ما ينفعش يروح المنتخب ويتركن. طب انت هتلاعبه فين؟ من وجهه نظر الجهاز الفني، انا كنت يعني اتكلمت مع حد من الجهاز الفني قبل كده وقال لي التصريحات دي بالظبط، يعني دي ما حدش قالها قبل كده، ان هو طب وليد سليمان لو جه ما ينفعش نركن لعيب بحجم وليد سليمان، الى جانب ان احنا نعتمد على اللعيبه الصغيرين، الى جانب ان هو محمد صلاح هو الموجود. طب ما انت ساعات ما بتلعبش محمد صلاح، ممكن في ماتش تريحه يعني فيبقى عندك، قال هيبقى عامل لنا ضغط. فده كلامه فعليا، هو هيعمل له ضغط جماهيري ان هو يبقى متواجد لعيب بحجمه وما يبقاش لعيب في الملعب مع منتخب مصر. طيب خليني اسالك عن بعض المحترفين المصريين في الدوريات الاوروبيه اللي بيمروا دلوقتي بحاله جلوس على الدكه مثلا او عدم مشاركه، وده اكيد هم مش حابينه كتير. كتير. فتتوقع مين ممكن يرجع تاني على الدوري المصري الممتاز بعد الموسم الحالي؟ اعتقد ان اللعيبه اللي طلعت وهي صغيره مش هتفكر انها ترجع تاني الدوري المصري، مش هيبقى عندها الرغبه انها ترجع، خلاص اتعودت انها تعيش بره، زي عكس زمان كان اللعيب يطلع سنه بقى ست شهور ويروح راجع تاني الدوري المصري. صحيح. فمش شايف يعني انت على فكره اللعيبه مش بتلعب النني مثلا مش بيلعب، بس عنده اوريدي عروض كتير جدا من انديه في الدوري الانجليزي هيفكر فيها في يناير. عمرو ورده ممكن اللعيب الوحيد اللي ممكن يرجع مصر، ان هو مش عارف يعني دي تاني او تالت سنه ليه، يبقى عنده مشاكل مع الانديه اللي هو بيلعب فيها. رمضان صبحي اعتقد ان هو فرصته ان هو يلعب في الدوري الانجليزي، هو طلع صغير قوي ومش عارف يتاقلم فعلا هناك، فهو لازم يرجع الدوري المصري سنه ويقدر يرجع تاني او سنتين ويرجع تاني لنادي قوي. ان هو مش عارف لغايه دلوقتي ما شفناش رمضان صبحي اللي كان موجود في مصر بنفس المستوى ولا مع النادي الاهلي. صحيح خالص نهائي، يعني اختفى تماما خارج مصر. شكرا ليك استاذ عمرو فوزي عامر نائب رئيس تحرير الاهرام، نورتنا اكيد في كلام في الميديا. بشكركم جدا على حسن الى بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد لحضراتكم.